والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة ومع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا دينا. شكرا سحر. مشاهدينا إلى هذه الوقفة الاقتصادية. اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021. قالت المجلة في بيان لها إن المحافظين العشرة الأوائل من بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم A، وهو ما يمثل أداء ممتاز، بجانب محافظ البنك المركزي المصري يتواجد في قائمة العشرة الأفضل كريستين لاغارد محافظ البنك المركزي الأوروبي. التقت وزيرة التخطيط هالة السعيد برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر، ذلك على هامش الاجتماع السنوي 46 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بأوزبكستان. ناقشت السعيد خلال اللقاء موقف موضوعات التعاون ما بين مصر ومجموعة البنك، إضافة إلى أهم الملفات التي تديرها الوزارة يمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، تشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي وتنفيذ أيضا برامج ريادة الأعمال. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 728.6 مليار جنيه. ونتحول مشاهدينا إلى المؤشرات، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.82 ليغلق عند مستوى 11,095 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 2,924 نقطة. تراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 3,915 نقطة. قال وزير النفط العراقي أن إحدى شركات النفط الفرنسية العملاقة ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بقيمة 27 مليار دولار بموجب اتفاق وقع في بغداد. أضاف الوزير أن الشركة ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب، كما ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية. مشاهدينا، عودة إلى الزملاء مرة أخرى. إليكم. شكرا لك رجائي.